كانوا يسمعوا أصوات فوق في السطوح، وكانوا يسمعوا ناس وأطفال ومش عارف إيش، ويحلفوا ويقسموا إنهم شافوا حرمة قاعدة تمشي في السطوح. أبدأ كلامي في تحية الإسلام، سلام عليكم وعليكم السلام. هلا أسمع رامي أنت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر عبد الرحمن من قناة ماكس إكس دي، وفيديو جديد مقطعنا اليوم زي ما هو واضح في العنوان، السلسلة المفضلة لقلبي والمفضلة لأغلبكم. مقطعنا اليوم طفولة عمر. قصتنا اليوم مميزة، قصتنا اليوم فيها أكشن وإثارة وتشويق وشوية رعب. قبل ما أبدأ أحكي لكم القصة وقبل ما نخش في كل حاجة، عندي لكم إعلان بسيط. هو مو إعلان قد ما هو خبر رح يعجب الكثير منكم. موقع علي إكسبرس المشهور في الإنترنت، هذا الموقع الغريب اللي فيه أي حاجة تخطر على بالك، لكن الموقع فيه أكثر من 100 مليون منتج، إلكترونيات، ملابس، مستلزمات بيت، أشياء تتعلق بالسيارات، أي شيء يخطر على بالك راح تلاقيه في الموقع وبأسعار مرة رخيصة. فوقها في تخفيضات توصل ل 50% راح تبدأ من يوم 28 مارس إلى يوم 31 مارس. وفوق هذا كله في كود خصم ظاهر قدامكم الآن في الشاشة، تقدروا تستخدموه عشان تخفض السعر أكثر. يعني ما أدري لفين بيوصل عليكسبرس، تبغوا تبيعوا الأشياء ببلاش عليكسبرس ولا إيش؟ الآن صار في إمكانية الدفع عند الاستلام في السعودية والإمارات، وحاجة رهيبة برضو الآن صار متاح إمكانية البحث بالصور. هيا شوفوني أنا الآن محمل تطبيق علي إكسبرس على الجوال، جنب خيار البحث في صورة كاميرا صغيرة. يعني مثلاً عندك، مثلاً أنا عندي هذا المنتج الآن، مثلاً سماعة إيربودز. الآن أنا راح أصور سماعة الإيربودز. زي ما تشوفين يا جماعة الخير طلعت لي نتائج كثيرة مرة سماعة أبل وبجميع الأسعار من أكثر من بائع، تقدر تروح تشوف السعر المناسب لك. والله الميزة دي مرة رهيبة، بعيد عن الإعلام من جد. أنا لما عرفت الميزة هذه وقالوا لي عليها قعدت أجرب أصور الأشياء اللي حواليا، وربي انصدمت من أسعار أشياء مرة رخيصة اشتريتها بسعر مرة غالي. جميع معلومات ورابط عليكسبرس تلقوها تحت في الديسكريبشن صندوق الوصف، شيكوا عليها بعد المقطع وراح تدعوا لي. نرجع لقصتنا، خلونا نبدأ القصة الآن على السريع. بس أتمنى من كل واحد فيكم الآن إنه يجهز فشاره، يجهز حلوياته وعصيراته وبركاته، وقف المقطع وروح جهز المسليات والمفرحات، واضغط على زر اللايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان الآن راح نبدأ القصة. قصتنا اليوم صارت لي وأنا عمري تقريبا 7 سنوات ثمانية سنوات حاجة زي كذا، في أول سنتين لي 3 سنين في الابتدائي. في هذاك الوقت التربية كانت مختلفة، أمي جعفر، ومو بس جعفر حقي، كل جعفر حقكم كان يربونا بطريقة مختلفة، يعني مو زي دحين. مثلا وأنا صغير لما ما كنت أذاكر، لما كنت أزعج البيت، لما كنت أسوي المشاغبة، كانت أمي تمسكني تدفني في المجلس وتصك علي الباب وتقفل بالمفتاح. خليك جوا يا قليل الأدب. فعليا كنت اقعد محبوس في الغرفه كذا لمده ممكن نص ساعه، لا جوال لا اكل لا ونيس، كذا بس تقعد نص ساعه محبوس تطالع في الجدران وتطالع في السقف وتقعد تفكر. عذاب نفسي، مو زي دحين جيل الايباد، وربي لو بعذب طفل نفسيا شلت الايباد منه وخلاص، هذا اقوى انواع العقاب. هات الجوال يا واد. لا، وزمان كنا ننفرش وكنا نبلع فلفل. تفتح فمك بالطيب ولا افتح لك امه؟ بلعت فلفل لين خلاص لساني صار ما في استجابة، لو اكل فلفل دحين ما احس، خلاص انحرق من زمان. وانا صراحة بطبعي كنت طفل شقي، كنت اتعب جعفر مرة كثير. جعفر يا امي عشان بس ما تسمعني دحين لا تطب علي وتمسح في ام البلاط ايش قاعد تقول عني. انا كنت طفل شقي اعترف، كنت طفل مرة شقي وكنت مرة متعب. جعفر كان مرة تعبان مني زمان، أنا آسف يا جعفر إذا أنت تشوف الفيديو هذا. كنت طفل عنيد ومشاغب، وكنت كل مرة أتعاقب وأنحبس وأكل فلفل وأنضرب، ومع ذلك ما في فايدة. الطفل لما يغلط ويتعاقب خلاص يتوب عن الغلط، إلا أنا عبيط. طبعا أهلي كانوا موفرين لي ريسيفر في الغرفة إن أنا أتابع فيه قنوات أطفال، تعرفوا سبيس تون، MBC 3 على بداياته ومن هذا الكلام. أهلي أيام زمان كانوا موفرين لي تلفزيون خاص بريسيفر خاص، تعرفوا الريسيفر ما
في الا قنوات اطفال وبس. واهلي كانوا مساكين على امل انه يا سلام ولدنا راح يتفرج على برامج الاطفال المفيده ويتعلم. ما يدري انه كانت عندي شفره اقدر افك فيها النايل سات واحمل كل القنوات واتفرج من وراهم. كنت طفل في الابتدائي، مع ذلك كنت محمل قناه ام بي سي 2 افلام على كيفك بس لا يسمعوني اهلي دحين يفرشوني. اوكي كنت اتفرج افلام الكرتون كثير، لكن كانت تستهويني الافلام الاكشن والاثاره حق الكبار اللي في ام بي سي اكشن ول. ففي هذاك اليوم كنت قاعد اتفرج هذاك الفيلم طبعا من وراء اهلي، والفيلم ذاك كان فيه اطفال كذا مراهقين واهلهم كانوا يعاقبوهم ومش عارف ايش، وكان فيه مناقرات بينهم وبين اهلهم. فالاطفال دول المراهقين قرروا يهربوا من البيت ويعيشوا مع بعض وينبسطوا مع بعض كذا في الشارع ومبسوطين والحريه. وتعرف انا وقتها طفل والله تاثرت، عجبتني فكره الهروب هذه. اتوقع مو بس انا الوحيد اللي وانا صغير كنت افكر اني اهرب من البيت وتخيل سيناريوهات ومش عارف ايش، اكيد اغلبكم فكر بهذا الشيء. لكن المصيبه مو بس اني انا فكرت، لا خلاص اعتمدت الموضوع رسمي، ابغى اهرب من البيت، ابغى اعيش الحريه. ايش اللي انا اتعاقب؟ انا باخذ حقوقي كطفل بريء، ابغى اعيش طفولتي كويس. ايش اللي مذاكره؟ ايش اللي انام الساعه 8 العشاء؟ الكلام ده ما يمشي علي. وبدأت افكر في الهروب ومن جد الموضوع عجبني. يا سلام انا متى ما ابغى ما اذاكر، والله اني كنت مره غبي، حسبي الله على الفيلم اللي اتفرجته بس. فيوم من الايام صارت مناقره بيني وبين جعفر، اعترف انا سويت شيء غلط، وجعفر كان ينبهني انه عمر لا تسوي ذا الشيء غلط، وانا طبعا عنيد ما يمشي معايا الكلام ده. فقلت الين هنا وبس، انا رسميا راح اهرب من البيت. اتوجهت على غرفتي، قفلت الباب، فردت الورقه، وبديت افكر كيف اضع استراتيجيه الهروب. خلاص نويت الموضوع من جد. بعد كم يوم من التخطيط والتفكير قررت اهرب من البيت. فين اروح؟ بيت الجيران. والله اني كنت غبي، قلت بس انا راح اهرب بيت الجيران وراح اطلع عندهم السطوح وخلاص حكمل باقي حياتي في السطوح ما حد داري عني. طبعا جيراننا هم جدي وجدتي وهم عايشين في الدور الارضي. اتخيلوا معايا فيلا مره كبيره فيها دور ارضي عايشين فيه جدي وجدتي، والسطوح عباره عن مكان مهجور ما حد دخله من 30 سنه. اخر واحد دخل السطوح هذا او عاش في السطوح هذا بمعنى اصح كان ابويا قبل ما يتزوج امي. وفعلا جاء ذاك اليوم اللي فجأة كذا من وراء أهلي بدون ما أحد يحس فتحت باب الشقة، طلعت من البيت، قفلت الباب بشويش، فقعت على سطوح الجيران اللي هو سطوح جدي وجدتي. طبعا دخلت بيت جدي وجدتي وبدست كذا، طلعت وما حد داري، وصلت لين السطوح وفتحت الباب، دخلت غرفة نوم أبويا زمان. الغرفة مهجورة وقديمة وعناكب وحشرات وغبار، غرفة ما حد دخلها من سنين. تعرف الغرف اللي في افلام الرعب ذيك القديمة المهجورة، اللحف مقطع، الستاير غبار، بالضبط. طبعا انا وقتها دخلت السطوح كان وقتها ظهر، يعني كان كله لمبات، ومع ذلك حسيت بشعور الخوف شوي. قررت اجلس عشان ابدا افكر ايش اللي راح يصير في الايام الجايه، لاني بديت افكر في الموضوع سيريسلي انه عمر انت حتعيش في هذا المكان كم يوم. فتوجهت للكنبه في الغرفه وبدات انفذ التراب عنها، كنت اطلبها يطير منها تراب من كثر ما هي قديمه، فنفضت التراب وجلست عليها وبديت افكر. ما فكرت انا كيف راح اكل واشرب، ما فكرت كيف حنام في السرير اللي ما فيه مخده، اللي بس فيه عباره عن طراحه، حتى المكيف خربان، مكيف لو فتحته حتنفجر الفيلا كاملة. ما فكرت في هذا كله، جلست وقعدت افكر ما في تلفزيون هنا، كيف حتفرج على القنوات؟ مرت دقيقة دقيقتين وانا قاعد افكر واستكشف في الغرفة واستكشف في المكان، وبدأ الخوف يخش قلبي. تعرفوا مكان هدوء ومعزول، مع انه كان في نور الشمس داخل، بس برضو كان في شعور الخوف، ونوعا ما بديت اسمع اصوات. في البداية خفت بس بديت اتجاهل الموضوع، انه قلت يمكن اصوات هوا ممكن شيء، لكن شوية شوية الصوت يزيد، وكنت قاعد اسمع صوت خطوات. الوقت صار يمشي بشويش، وبديت كذا الصوت اسمعه طخ طخ. يا الله يا جماعة الخير، بدأ الخوف يسيطر على قلبي. انا جلست وكذا ضميت جسمي وقعدت اطالع في الباب، قاعد اسمع صوت يقرب من الباب. مين حيكون المكان ذا؟ ما حد يجي، ما حد يدخله. قعدت اطالع في الباب والصوت يقرب يقرب يقرب، الين حسيت الصوت وصل عند الباب.
هنا انا اقتنعت انه في احد واقف ورا الباب. مو معقولة الشيء اللي انا قاعد اسمعه حقيقي، ما هو اوهام، في واحد ورا الباب. الباب بدأ ينفتح شوية شوية شوية، وانا مع فتحة الباب عيني انفتحت. اخر شيء اطالع، حذروا مين طلع. طلعت شغالتنا تقول لي: عمر كلم مدام تبغاك. انا وقتها انصدمت وحطيت يدي على راسي. فشل مخطط الهروب حقي اللي قاعد اشتغل عليه 3 ايام، وحسيت اني انصدت خلاص، انطبقت، ما في مهرب. وبالفعل جعفر طبقني بعد 5 دقائق من الهروب، ولا مو هو اللي راح جابني، ارسل الشغالة تروح تجيبني. والله وبس انطبقت ورجعت للبيت لين عند جعفر. انفتح باب الشقة، دخلت اطالع في جعفر، القاه واقف قدامي وماسك سلاح من الاسلحة الاموية اللي هي تبع الامهات. اعتقد انه كان ماسك سليبر مدري كعب، وكان جاهز ويقنص انه يبغى يرميه علي. صلي على النبي. خلاص واضحة، انا حنضرب. بدل ما تضربيني بالشرشب القديم اللي في يدك المعفن، خلينا نضرب بشيء نظيف. يمي اشتري شباشب من اليكس بريس، عندهم شباشب نظيفة وحلوة، على الاقل شبشب نظيف نضرب فيه، ولا القديم اللي في يدك. كيف الاعلان يا عيال؟ بالله مو رهيب؟ مرة ما قلت لها زي كذا، ما يحتاج احكيكم ايش صار بعد ما دخلت. الحمد لله انه امي ارسلت الشغالة وجابتني وعرفت اني انا في ذاك المكان هارب. اول شيء انا ما ادري كيف قفطتني، والله ما ادري، ممكن كانت شايفتني وانا قاعد اهرب وانا احسب انه ما حد قافطني، ما ادري. المهم انه كويس انه جابتني. تعرفوا ليش؟ خليني اقول لكم هرجع عن سطوح بيت جدي وجدتي، سطوح جيراننا. السطوح هذا لما كبرت بديت اسمع عنه قصص ما كانوا يحكوني اياها وانا صغير، والناس اللي عاشوا هذا القصص ناس من اقاربي، يعني مو قصص خرافات كذا ما ندري مين اللي قالها، لا، اقاربي عاشوها لايف. في مره من المرات جدي وجدتي قرروا يسووا عزومه في البيت، وكانوا جايين ضيوف من اقاربنا، والضيوف هذول قرروا يناموا او يبيتوا في بيت جدتي لمده يوم واحد. تعرفوا احيانا الضيوف خصوصا اللي يجوك من اماكن بعيده، لما يجوا يتضيفوا عندك يناموا عندك يوم كذا يومين بعدين يمشوا. فجدي وجدتي عشان يوفروا لهم اماكن يناموا فيها، فتحوا واحده من الغرف تبع عماني او عماتي، واحده من الغرف اللي فوق اللي كانوا عايشين فيها عماني وعماتي زمان، ونظفوها وفرشوا اللحف فيها. وبالفعل جو الضيوف وضيفوا بيت جدي وجدتي وناموا في واحده من الغرف. الضيوف قضوا ليلتهم في الغرفه، وفي صباح اليوم الثاني من صباح ربنا كلهم نزلوا مفجوعين، وبدأوا يحكوا جدي وجدتي والناس الكبار في العيلة، بدأوا يحكوهم انهم كانوا يسمعوا اصوات فوق في السطوح، وكانوا يسمعوا ناس واطفال ومش عارف ايش، ويحلفوا ويقسموا انهم شافوا حرمة قاعدة تمشي في السطوح، مدري شافوا ظله. باختصار انهم يقولوا السطوح هذا مو كويس بحكم انه مهجور ممكن من 30 سنة واكثر، يعني من زمان، من قبل ما ابويا وعماني وعماتي يتزوجوا كانوا ساكنين فيه، هو الان مهجور، اكيد ممكن المكان ده يعني ممكن يكون فيه بسم الله لا سمح الله او شيء زي كذا. طبعا انا ماني مقتنع في الكلام والاقاويل هذه كثير، مع انه هم يحلفوا ويقسموا انه شافوا هذا الشيء قدامهم وكانوا يسمعوا اصوات، وفعلا المكان مهيئ انه ينسكن من بسم الله، خصوصا انه المكان مره قديم. تعرفوا بسم الله يحب يعيش في الاماكن المهجوره اللي لها سنين ما حد دخلها وعاش فيها. بغض النظر اذا سطوح بيت جدتي مسكون من بسم الله او لا، لكن خلونا كلنا نتفق انه القعده هناك ما تطمن، القعده هناك ما هي كويسه. فالحمد لله، الحمد لله انه ربي سلمني وارسل الشغاله، خلى امي تعرف اني انا في السطوح عشان ترسل الشغاله وتسحبني. مين يدري ايش كان ممكن يصير لي لو قعدت هناك يوم ولا يومين. هذا غير موضوع الاكل والشرب، من فين كنت حاكل، من فين كنت حاشرب، والله اني كنت غبي. تحسبوا موضوع الهروب انتهى كذا وبس؟ تحسبوا انه استسلمت؟ لا، شكلكم نسيتوا انه عمر ما في اعند منه وما في الشيطان اكثر منه. في نفس اليوم اللي رجعت فيه خططت لمحاوله هروب اكبر من الهروب الاول اللي في السطوح المهجور. صدقوا، خليني اقول لكم حاجة، اذا وصل المقطع هذا 100,000 لايك راح نسوي مغامرة مع بعض، راح اروح السطوح المهجور هذا وراح اكتشف معاكم، راح اصور كل شيء بالفيديو. هل فعلا الكلام اللي يقولوه صح؟ هل في اصوات؟ هل في اشياء هناك تتحرك ومدري على كلامهم؟ وفوقها راح احكيكم تكملة القصة والهروب الماكر
الثاني اللي أكبر من الهروب الماكر الأول، وحكيكم إيش صار فيه. وصلوا المقطع هذا 100,000 لايك، وأبغاكم تتخيلوا سيناريوهات تحت إيش تتوقع الهروب الثاني كيف كان وكيف صار وهل نجح ولا ما نجح. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، أبغى أشوف أنتوا إيش تتوقعوا حيصير بالأحداث. وبس أتمنى استمتعتوا بقصة الهروب الماكر الجزء الأول، كانت قصة مرة حلوة. إذا استمتعتوا أضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان لما أنزل حلقة طفولة عمر جاية على طول جوالك يرن وتوصلك الحلقة. وبس كان معكم عمر من قناة ماكس HD، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.